السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 20 يونيو 2024. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو فراخ الأبيض 89 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 72 جنيه، سعر كيلو فراخ الساسو 96 جنيه، سعر كيلو فراخ البلدي 100 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 25 جنيه 27 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 17 جنيه 19 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 8 جنيه 10 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 150 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 150 جنيه، كرتونة البيض البلدي 155 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.